طيب بسم الله، هسه نبلش بالبارت الثانية واللي هي نهاية شابتر 1. خلص يعني شابتر 1 حرام نطول عليه أكثر. شابتر 1 بيحكي لي عن الكاش فلو. الكاش فلو هو الميزان الصرفي. هسه في عندنا كاش فلو، عندنا كاش فلو دايجرام. بس احنا كل من هون لنهاية المادة لازم كل سؤال نحله نرسم له الكاش فلو دايجرام، أو نشوف الكاش فلو اللي عندي عشان أعرف كيف أحل، كيف أرتب رموزي وهكذا. هسه اي مشروع عندنا بالحياه في عندنا ارباح وعندنا خساره، او عندنا ربح وعندنا شيء دفعته. فبالتالي بالكاش فلو الميزان الصرفي اي شيء بدفعه هو سالب، اي شيء بكسبه هو موجب. خذ قاعده، ربح موجب، ضريبه سالب. فالكاش فلو الريفينيو، بقول لك الريفينيو العوائد الانكمز سيفينج دائما بلس ساين، بحط له اشاره موجبه. الكاش فلو مثل الكوست الاكسبنسز التاكس والى اخره بنحط لها ماينس ساين. فالنت كاش فلو احنا بهمنا دائما لما نيجي نحل عند نفس السنه. مثلا عندي سنوات، كاش فلو دايجرام هو رسمه زي هيك، صفر واحد اثنين ثلاث. دائما لما اجي احل انا ما بشتغل على الريفينيو ولا على الكوست، باخذ على النت، على المحصل. بحكي العائدات ناقص اللي دفعتهم، العائدات ناقص اللي دفعتهم، اللي هي الان فلو ناقص اوت فلو. يعني انا عند السنه الاولى، عند نهايه السنه الاولى بدي اشوف عندي قديش دفعت وقديش كسبت، بطرحن وشو بعمل، باخذ الرقم النهائي. طلع محصل موجب بحط السهم لفوق، طلعت المحصل سالب بحط السهم لتحت. سهم لتحت يعني انا دفعت، سهم لفوق يعني انا كسبت. طيب نت كاش فلو هي الان فلو ناقص الاوت فلو. طيب الاند بيريو اسامبشن، احنا دائما لما نيجي نحكي انه دفعنا تمام. فدائما الاسامبشن اللي عندي بفترض انه انا الدفعات على نهايه السنه. يعني احنا بنحكي خلص بقول لي 1 year from now 2 year future worth at 6 year والى اخره، هي دائما الفيوتشر بالنهايه بالانت وليست بالبدايه. الكاش فلو استيميت في عندي نوعين، في عندي البوينت استيميت والرينج استيميت. احنا دائما بنشتغل على البوينت استيميت، يعني خلص على دفعه واحده، اما الرينج مثلا من سنه لسنه هذا مش دقيق. كيف يعني بوينت استيميت؟ يعني خلص 150,000 بير مانث، انا عارف انه عندي كل شهر 150,000. اما الرينج استيميت في مينيموم في ماكسيموم، والله انا عندي تكلفه المشروع راح تكون من 2.5 مليون ل 3.2 مليون، مش دقيق. فدائما البوينت استيميت هي الكرنتلي يوزد او الكومونلي يوزد. طيب اما الرينج استيميت بيكون بناء على الاحتمالات. كاش فلو دايجرام، هاي رسمه الكاش فلو دايجرام، رسمه تعبر عن العائدات والخساره. دائما بالكاش فلو دايجرام في عندي هاي، هذا الفراغ، هذا الفراغ هي الفتره، وان تايم بيريود، ممكن تكون سنه شهر يوم ساعه اسبوع والى اخره. طيب دائما بكون عندي سكيل، بس احنا بالامتحان مش راح نيجي نعمل سكيل، بس احنا لو اشي شغل ومشاريع والى اخره ناخذ سكيل، لانه خلص هذا سكيل. هسه دائما هذا الكاش فلو دايجرام سنه صفر واحد اثنين ثلاث والى اخره، لازم اي سهم لتحت سالب. هسه اذا كان كل اسهم لتحت ما فيش داعي تحط للاشاره، اما اذا عندك اسهم تحت واسهم فوق لازم تحط الاشاره لما تيجي تحسب. فهون سالب، هون موجب. ركز انه السهم اللي تحت يعني انا دفعت، السهم اللي فوق يعني انا كسبت. بتحط فيه عدد السنوات وبتحط فيه الفائده، لازم يكتب الفائده، مش عارف ليش مش محطوطه. طيب في عندي هون مثال بيقول لي عندك لاست 8 years، يعني الثمان سنوات الاخيره، الثمان سنوات الاخيره يعني قبل ثمان سنين، قبل ثمان سنين يعني الزمن بالسالب. ما ليش انا سكت الزمن بالسالب؟ بيقول لي ارسم رسمة الكاش فلو دايجرام لهذا الاشي. هسه هي مش راح يجيك هيك بالامتحانات يعني، بس بدك تعرف كيف انت تعمل الكاش فلو دايجرام. يقول لك عندك هون انكم وعندك هون كوست، يعني هاي موجب وهي سالب. يقول لك عند السنة سالب سبعة كان عندي الانكم صفر والتكلفة 2500، فبالتالي قديش النت كاش فلو؟ صفر ناقص 2500 بيطلع معك سالب 2500. طيب عند السنة ستة انا كسبت 750 ولكن دفعت 100، لاحظ انه لو طرحته من بعد بيطلع معك موجب، وهكذا كل سنه بصير اطرح. السنه الاخيره قال لي عندك 750 زائد 150، يعني اجا مصدر من
من يعني اجى انكم من مصدرين، فجمعهم جمع 750 زائد 150 فهي 850. 850 ناقص 275 طلع معي 625. كيف ارسم رسمته؟ بحط كاشف لو ديجرام، هاي الزمن صفر، زمن هاي قصدي هاي كاشف لو ديجرام، هاي سالب 7 سالب 6 سالب 5 والى اخره لحد صفر واحد. اول دفعه سالب 2500، خلص السهم اللي تحت يعني سالب، الزمن 6 السنه سالب 6 650، 625 تلاقي السهم اصغر منه بشوي، لاحظ الزمن اصغر شوي، لاحظ انه لازم ترسم بسكيل، انت الزمن 4 600 اصغر منه، حجم السهم بيمثل قيمة الدفعة، فال 2500 سهم كبير، 650 اصغر منه، فلاحظ كيف بيكون عندك السهم كبير ولكن بصيره يقله تقليل، صار عندي قل وهكذا. طيب بدنا نحكي كمان عن الايكونومي ايكويفالنس، واللي هي اللي بدنا نشتغل عليها، اللي هي قديش يعني مثلا عند السنه صفر كان معي 100، عند السنه واحد قديش صارت قيمه المبلغ؟ هذا هو الايكونومي ايكويفالنس. يعني انا لما اجي احط لك كاش فلو ديجرام بالشكل التالي، انا معي هسه بالزمن صفر يعني هسه دفعت 100 دولار بنسبه فائده 10%، فاجباري بعد سنه بده يكون عندي 110، يعني احوط بالقانون اللي هي الفائده والبرنسبل والى اخره، تطلع معك 110. معناته هذا هو انه الان معي 100 دولار ولكن بعد سنه بيساوي 110 دولار، هيك معناه. هذا هو الايكونومي اكويفالنس، هذا هو الايكونومي اكويفالنس. واخر موضوع بالشابتر او الموضوع اللي بالدوسيه موجود هون، في موضوع انا مش شارحه في الدوسيه راح اشرحه هسه من الكتاب ان شاء الله. هسه اخر موضوع عندنا هو السيمبل والكومباوند انترست، سيمبل اند كومباوند انترست. احكي لي انه السيمبل انترست في عندي انواع الفوائد، في عندي فائده بسيطه، في عندي فائده مركبه. اول شيء بدنا نحكي شغله، بالسؤال ذكر لي انها الفائده، قال لي انترست ريت 10% سيمبل انترست، فبتحل على انها سيمبل انترست، ما ذكر لك انها سيمبل، انت بتشتغل مباشره وكانها كومباوند انترست، وهكذا بتشتغل وكانها كومباوند انترست، تمام. فبالتالي ناخذ القانون، نشوف القانون اللي عندنا سيمبل اند كومباوند انترست. السيمبل انترست قانونها كالتالي، قيمة الفائدة اللي عندي كنا نحكي هي البي في الاي، كيف يعني؟ كنا نحكي الانترست كفائدة نسبة بتساوي الانترست اللي عندي على البرنسبل، انسى الضرب 100. كنا نحكي الانترست هي البي في الاي، ولكن هي كانت سنة واحدة، ولكن لو عدتي عدة سنوات بضرب في عدد السنين، بضرب في عدد السنين، فبالتالي قيمة الفائدة، وهذا القانون كثير ركز عليه كثير، لازم كل فصل يجي عليه سؤال، إذا مش في الميد بالفاينل، إذا مش بده فاينل بكويز، في عليه سؤال، قيمة الانترست ولكن سيمبل انترست، سيمبل بتساوي بي في اي في ان، اي بتعوضها كرقم يعني 0.05 مثلا، مش 5%، مش 5، بي في اي في ان. طيب خلينا نشوف عليها المثال، بيقول لي عندي 100,000 لنت يعني قرض اقترضته 100,000 لمدة 3 سنوات، قال لي الاي 10%، قديش بدي ادفع بعد 3 سنين؟ اذا الفائدة عندي سيمبل اي، سيمبل اي، فشو بحكي انا؟ بحكي انه عندي الانت بدي ادفع بعد 3 سنين، بحسب اول شيء الفائدة، الانترست هي بي في اي في ان، البي 100,000، الاي 10.1 والان 3 سنين، فقيمة الفائدة هي 30,000، قيمة الفائدة 30,000، فبالتالي انا قديش رح ادفع بعد 3 سنين او قديش رح ارجع للبنك بعد 3 سنين؟ رح ارجع فيوتشر بيساوي 100,000 زائد 30,000 وبتطلع معي 130,000. طيب خلينا نحكي عن الكومباوند انترست، كومباوند انترست راح نبلش فيها في التشابتر الثاني، ولكن راح نحكي قانونها بشكل بسيط، اللي هي الفائدة شو بتساوي؟ بتساوي البرنسبل زائد الفوائد السابقة ضرب الانترست ريت، ضرب الانترست ريت. خلينا نفهمها، بيقول لي انه الاكزامبل هذا نفس اللي قبله ولكن كومباوند اي، شو بحكي؟ بحكي الانترست بعد سنة، دائما خذ القاعدة، الانترست
بعد سنة، سواء كانت سيمبل أو كومباوند هي نفسها. السيمبل بتساوي الكومباوند فقط في السنة الأولى، ولكن بعد هيك بتغير، لأنه أنا ما عندي أي انترست عند الزمن صفر. طيب نبلش نحكي الانترست بعد سنة هي 100,000 ضرب 0.1 اللي هي بي في اي في ان مثلا، بس احنا ما راح نحكي بي في اي في ان لأنها هي مش سيمبل، فبنحكي الانترست بعد سنة هي بي في اي، البي 100,000 والاي 10,000، فبالتالي قديش راح ارجع للبنك بعد سنة؟ راح ارجع له 110,000. طيب نيجي نحكي الفائدة عند السنة الثانية، ما بحكي 100,000 ضرب 0.1، لا بحكي البرنسبل اللي هو ال 100,000 زائد الفائدة بالسنة اللي قبلها، قديش الفائدة بالسنة اللي قبلها؟ 10,000. فبالتالي الكومباوند انترست هون أو الانترست بالسنة الثانية رح تكون 110,000 ضرب 0.1، فالفائدة بتصير 11,000. لاحظ إنه الفائدة المركبة أسوأ لنا كمستثمرين، أو أسوأ لنا قصدي كمقترضين، طبعا هو كله حرام حرام، بس هي أسوأ لنا. ليش؟ لأنه أنا بأول سنة بدفع فائدة 10,000، لكن بالسنة الثانية 110,000، بالسنة اللي بعدها بصير 12,100، وتخيل ما بالك انه 10 سنين. فاحنا ما بنحب، ما في حدا بيتعامل مع السيمبل انترست، ولكن انه بدنا نركز انه الكومباوند انترست تدفع اكثر. فلاحظ انه انا كل مره بطلع فائده بس بشوف قديش دفعت قبل، بتكون هي اللي بضربها بالاي. لاحظ بعد سنه 100,000 في 0.1، اللي بعدها 110,000 في 0.1، اللي بعدها 121,000 في 0.1. طب من وين اجت ال 110 والهاي؟ اللي هي الدفعه اللي راح ادفعها، اللي هي البرنسبل زائد الانترست بس. فلاحظ انه انا هون دفعت 130,000 بالسيمبل انترست، اما بس كومباوند انترست دفعت 133,000. طب انا لو عندي 100 سنه زي ما انا كاتب لك هون، بدي اظل اعمل هذا الشيء 100 مره؟ بقول لك لا، في عندنا قانون هو الفيوتشر، هذا راح ناخذه في بدايه تشابتر 2، بيساوي البرنسبل في 1 زائد الاي قوة ان. ركز انه انا مش لازم افسر لك الرموز. اف يعني قديش راح ادفع بعد عدد سنوات معين، البي اللي هي المبلغ الاصلي اللي هو 100,000، الاي اللي هي نسبة الفائدة اللي هي 10% 0.1، والان اللي هي قديش تدفع بعد 3 سنين، بعوض هاي 3، بعوض هاي 0.1، بعوض هاي 100,000، راح يعطيني الجواب اللي هو 133,100. هاي بطلع معي 133,000 او 100. طيب هسه هون احنا خلصنا الدوسيه، هسه غير الدوسيه في بروبلمز، وغير البروبلمز في موضوع انا ما شرحته، في موضوع انا ما شرحته، واللي هو عندنا هون المينيمم اتراكتف ريت اوف ريتين. ما بدي افوت لك بالتفاصيل، في سؤال كل فصل بيجي، طبعا هاي بروبلم من الكتاب انت جاهز انك تحلها كلها، اسئله سهله بس معقد شوي، يفضل انك ترجع للكتاب تحل لك كم سؤال منه. طبعا هاي تيرمينولوجي ان سيمبل، بس كاتب بقول لك عرف لي شو هم. مثلا هذا سؤال زي اللي شرحته اول شيء، انه والله عندي 150,000 ناو، يعني هاي بي ان 7 اي كذا، يعني هو بس قاعد بعلمك كيف تعمل تيرمينولوجي، ما بيجيك تيرمينولوجي وبيجيك حل، انك تيجي من الكاشف فلو، تبلش من الكاشف فلو وتحل. انا ما بدي هذا، بدي اجي اشرح لك شيء اسمه هذا كل فصل بيجي، اللي هو ويتد افريج اوف كوست اوف كابيتال، اللي هو اختصاره دبليو اي سي سي. لما يجيك سؤال احسب لي دبليو اي سي سي او ويتد افريج كوست اوف كابيتال، هو قانون سهل جدا، هو بكل بساطه بنشوف السؤال عندي. هسه بشوف عندي مثلا، نقرا هذا السؤال: وات از ذا ويتد افريج كوست اوف كابيتال فور ا كوربوريشن اوف فاينانس اند اكسبانشن بروجكت، يعني مشروع توسعه. بقول لي في 30% منه عائدات و70% منه فينتشر كابيتال، يعني تكلفه مثلا. فانا شو بحكي؟ بقول لي اذا نسبه العائدات 8% ونسبه الديبت الدين اللي انا دفعته هو 13%، فدائما قانون الدبليو اي سي سي بيساوي نسبه العائدات من المشروع 30% ضرب الفائده تبعتها زائد نسبه الارباح او الخسارات اللي هي 70% ضرب قديش فائدتها بس. طيب ناخذ كمان مثال: منجر فروم ديفرنت كذا زينث الى اخره الى اخره. بقرا المساله، طبعا الاسئله بتيجي بتخربطك، ركز، الاسئله بتخربطك. بقول لي اذا انا عندي
10% equity finance has a cost of equity capital of 9% and 90% of debit financing 16%. معناته انا راح اضرب مباشره الاشياء المتشابهه. كيف يعني؟ ال 10% equity financing مع فائدتها اللي هي 9% و90% debit financing مع debit interest. فالجواب بده يكون 10% ضرب 9% زائد 90% ضرب 16%. بس بنرجع نروح لهم بالكتاب. بس هسه نيجي لهاي المسألة. هاي المسألة اجت في كويز سابقا واجت بميد واجت بفاينل كل، يعني هاي الفكرة كثير مهمة. هون ما اعطاك نسب، انت بدك تطلع النسب. يقول لك تو فاينانس ا نيو بروجكت، يعني عشان تمول مشروع جديد تكلفته 30 مليون. الكومباني بورود 21 مليون ات 16% بير يير انترست اند يوزد ريتيرند ايرنينج فاليو ات 21%. يقول لك وات از ذا افريج ويتد افريج كوست اوف كابيتال. طيب بس بدك تركز. قال لي انا عندي المشروع 30 مليون اقترضت 21 مليون، يعني انا خسرت 21 مليون. فبالتالي قديش نسبة ال 21 من ال 30؟ بحكي 21 على 30، لازم اضربها بنسبة الفائدة. وشو الفائدة اللي اقترضت فيها؟ هي 16% بون 16 زائد قديش ضل عندك غيرهم؟ ضل عندي 9. فبحكي 9 على 30 او ال 21 على 30 هي 70%. فقديش ضل من المشروع؟ ضل منه 30%. فقال لي اذا الباقي من المشروع كان هو ارباح، يعني هو قال لي الباقي من المشروع هو ارباح ات 12%، فبوينت 2 ضرب 12%. فالجواب بيطلع معك، خلينا نرجع للجواب بس نرجع نشوف المانيوال. ف انا عندي 7 بوينت 7 في 6 بوينت 16 زائد بوينت 3 في بوينت 12. هاي بوينت 12 مش بوينت 16، هاي بوينت 12. او بحكي 21 30 واللي ضل منهم ارباح 9 على 30. بس هاي هي اجوبه الاسئله هاي بدون ما نرجع للمانيوال. طيب هسه يلا هاي المانيوال، نرجع للاسئله اللي حليناها اللي هو 41 و 41. زي ما حكينا ضربنا 30% بال 8% وال 70% بال 13%. هيا نرجع للسؤال. 30% ضربناها بال 8% والفنتشر وهاي الخسارات مع الديبت ب 70% ضرب 13%. هينا 70% ضرب 13، 30% ضرب 8، واللي تحته نفس الشيء. ال 10 مع ال 90 وال 90 مع ال 16. هاي ال 10 مع ال 9 وال 90 مع ال 16، تمام. والسؤال اللي حلينا قبل شوي تبع ال الدبليو سي سي اي هيو 70% ضرب 16. ترى لو تيجي تقرا السؤال تظل 100 سنه تدور من هون اجت 70% وال 30%. بقول لك لا تفهم المساله، لانه هو قال لي اقترضت هالقد بفائده هالقد، معناته انا المشروع نسبه كنسبه وتناسب. طيب في عندنا هون بروبلم بس مش كلهم لشابتر 1. انا بدي اخذ الاسئله لشابتر 1. نيجي لبروبلم 1. بقول لي الون اوف 5000 از ميد for a period 15 month of a simple interest rate of 15%. What is the future amount due to the end of the loan? اها معطينا البريزنت. A loan of made P 5000 15 month. ركز هسا شوف، هي فيها لوبس. كيف يعني فيها لوبس؟ هسا كونه ما ذكر لي الريت تبعتي هي سنوات ولا اشهر ولا غيره، انا المفروض احل سؤال طبيعي. ولكن لما الدكتوره حلته على اساس انه سنين، فالدكتوره بتوقع انها اعتمدت انه اي نسبه بالماده هي سنوات وليست اشهر. فبالتالي انا الان عندي راح تكون 15 شهر، يعني كم سنه عندي؟ 15 على 12. سمبل انترست اي 15%، وركز انها سمبل انترست. بقول لك كم المبلغ عند نهايه هاي الفتره؟ فبحكي اول شيء الانترست لحالها شو بتساوي؟ بي في اي في ان، 5000 ضرب الاي ضرب الان. مع انه المفروض انه ما تحكيش 15 على 12، بس هيك كان حل السؤال. بيطلع معك الجواب 937.5. هذا ايش؟ هاي الانترست. هو بده قديش بدك تدفع بالفيوتشر؟ الفيوتشر بنعرف انه هو البي زائد الاي. البي عندي 5000 والاي عندي 937.5. فهذا هو الجواب، هذا هو الجواب، بتحطه بتساويهم يعني 5937.5.
السؤال الثاني: last year you deposited an amount of money into a saving account to generate 5000 in interest in this year. أها، أعطاني قيمة الفائدة اللي هي ال F ناقص B، أعطاني إياها 5000. Calculate the amount that had deposited exactly 1 year ago to earn 5000 interest now. نفس فكرة قبل شوي. أنا معي ال future، بس أوكي هي now، بس هاي بالماضي، فهو معطيني ال future 5000، تمام؟ ولكن ال present مجهول، وما يعطيني اذا الريت اوف ريتيرن 6%. ما ذكر لي انه سيمبل، فمعناته هي كومباوند، فانا ما بقدرش اقول الاف ناقص بي بتساوي 5000. هسه ممكن احكي انه ممكن احكي انه 5000 لانه هي سنه، هي سنه، بصير لانها سنه. فبالتالي انا بخلص بكل بساطه بقول 5000 بتساوي البريزنت، ايوه بده كم كالكوليت to be deposited، قديش اودعت، زائد الفائدة اللي هي بي في اي في ان لانها سيمبل، او بحسب الفائدة لحال، او بحسب الفائدة لحال، هي مش الفائدة اللي هي 5000، لا بي في اي في ان، بي ضرب اي ضرب ان اللي هي 1، بس بطلع قيمة البي، بطلع قيمة البي 5000 تساوي اكس زائد 0.06 اكس، تطلع معي 4716.98. هذا المبلغ اللي أنا أودعته أول إشي. نرجع لهذا السؤال، بس هذا السؤال حليته خطأ طبعا، لأنه أول شيء حلينا قبل شوي بالدوسية، مش عارف كيف حليته بالدوسية صح، وهنا حليته غلط. هاي السؤال نفسه كوبي بيست بس كصيغة مختلفة، يعني هيها last year you deposited 5000 و6%، نفس السؤال بس انا هون حليته غلط. ليش؟ ما فهمته مظبوط، او مثلا ما قراته مظبوط، او سهوت. بس انا البي في اي في ان، ركز شوي، البي في اي في ان هي الانترست، وان قلنا الانترست هي 5000، يعني 5000 اللي هي الاف ناقص بي، هي مش الاف 5000، اف ناقص بي هي بي في اي في ان، وتطلع معك 83000 اللي انا كتبتها، اللي كتبت الدوسيه. نرجع نقرا السؤال: last year you deposited an amount to money to save your account to generate 5000 in interest. معناته الفائده كامله 5000. calculate the amount you deposited exactly 1 year to earn 5000 in interest. برضه ال 5000 هي interest. انا شو خربطت، فكرت اللي هاي هي مبلغ اصلا صفنت فيها بيطلع معك صفر، معناته غلط، هي 5000. If a person deposited، هذا السؤال اجى بالفصول السابقة كمان. If a person deposited 10,000 at 10% per year simple interest, what compound interest rate would you yield the same amount in 3 years؟ بنركز، هذا السؤال قال لي في عندك واحد اودع، يعني البي عنده 10,000، قال لي الاي simple 0.1، شو قال لي؟ قال لي كم الكومباوند انترست، يعني بده الاي وكانها كومباوند اذا اعطتني نفس المبلغ، يعني اذا اعطتني نفس الفيوتشر بعد 3 سنوات. طيب بطلع الفيوتشر، الفيوتشر هي المبلغ الاصلي زائد الفائده، والفائده اللي هي بي في اي في ان هي 10000 ضرب الاي والان اللي هي 3، تطلع معي 10000 زائد 10000 ضرب 0.1 ضرب 3، تطلع معي 13000. هسه انا معي بعد 3 سنين 13000، طب هسه شو المبلغ اللي راح يعطيني كومباوند انترست على 13000؟ بقول الفيوتشر 13000 شو بيساوي؟ بيساوي البريزنت اللي هي 10000 في 1 زائد اي، الاي هي المجهولة قوة ان اللي هي قوة 3، مش حكينا عن هذا القانون بالكومباوند انترست، اللي هي كل مرة برنسبل زائد مجموع السنوات والى اخره، او بطبق انه كل سنة 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 بطلع قيمة الانترست ريت. هنشوف قديش تطلع الانترست ريت، تطلع معي الانترست ريت 1.3، لا في خطأ، في صفر، تطلع معك interest rate 0.0
زيرو تسعة واحد ثلاث، يعني أضربها بمية كنس مئوية بدي إياها، 9.13%. لاحظ أنه أنا إذا أخذت كومباوند انترست بنسبة 9% زي كأني أخذت سمبل انترست ب10% لحتى توصلين نفس المبلغ. بس الأسئلة الباقية لتشابتر 2 والشابتر الجاي خلوها لبعدين. هيك إن شاء الله تشابتر 1 انتهى بهذا الفيديو بالأشياء اللي بالدوسية واللي مش بالدوسية. إن شاء الله نبلش شرح تشابتر 2 من الفيديو القادم. يعطيكم العافية.